من خلال الاتصال الهاتف والمعلومات التي تسربت من خلال ذلك الاتصال، قالت أن يرشح ابن عمي محمد الصادق السفير العراقي في المقيم في لندن. ربما هذه التسريبات، ولكن لا توجد الاتفاق على صورة نهائية. هناك أيضا مصادر تتحدث خوف إيران وخشية إيران من أن يرشح السيد مقتدى الصدر، يعني شخص من عباءته إن كان محمد الصدر. ربما إيران في اللحظات أو ربما في الأيام الأخيرة والدول الإقليمية رضت على السيد مصطفى الكاظم وترشحه، ولكن خوفها من أن ترشح محمد صادق الصدر لأن يتولى ولاية يكون من تحت عباءة السيد مقتدى الصدر، لأن خوفه أن يفتح ملفات الفساد، وكذلك خوف أن يحاكم ما جرى من سقوط الموصل وكذلك أيضا الفساد المالي والإداري طيلة 8 سنوات. الاتصال الهاتفي تمخض على 3 نقاط. المصادر التي أكدت على هذا الشيء، أولا استبعاد نوري المالكي، ولا توجد هناك مفاوضات بين الصدر وبين المالكي، وكذلك أيضا حكومة أن يمضي الصدر بحكومة أغلبية وطنية. ولكن العكس يقول أن 3 نقاط التي تحدثت عنها تلك المصادر هي على العكس تماما، ولكن نحن ننتظر خلال الأيام المقبلة ما ستبت به المحكمة إن كانت حكومة أغلبية أو مشاركة توافقية للسيد نوري المالكي.